عايز برضو اتكلم مع حضراتكم عن تصريحات مهمه جدا قالها موسيماني. هو كان اتكلم الحقيقه موسيماني مع بعض الصحف في جنوب افريقيا امبارح، اتكلم وقال بعض التصريحات. النهارده ايضا اتكلم، وكان النهارده بيتكلم بمراره كبيره جدا على اللي بيحصل معاه واللي بيحصل مع المديرين الفنيين الافارقه، الحقيقه عن عدم وجوده ضمن قائمه افضل المديرين الفنيين في العالم، على الرغم من الانجازات الكثيره جدا اللي عاملها بيتسو موسيماني، واللي ما سبقوش لاي حد يمكن غير مانويل جوزيه تقريبا، فقط باستثناء يعني ان هو حصل على بطولتين افريقيتين دوري ابطال افريقيا ورا بعض. انا برضو عرضت لحضراتكم من قريب جوائز الافضل لو تتذكروا، وعايز اقول لكم ان نيويورك تايمز عملت تقرير تساءلت فيه عن عدم وجود نيويورك تايمز، عن عدم وجود بيتسو موسيماني اهو امام حضراتكم في ترتيب أفضل مدربين العالم، رغم إنجازاته بتحقيق بطولتين قاريتين في 8 شهور. قالت هو الفيفا مش شايف موسيماني مثلا؟ زي ما هناك بعض، أنا دي من عندي، أنا مش من النيويورك تايمز، دي من عندي، زي ما أن هناك بعض المحللين في بعض القنوات الأخرى مش شايفة موسيماني برضو هنا في مصر. هل ان الكاف والفيفا مش شايفين او بيتعاملوا بطريقه غير مفهومه الحقيقه مع بيتسو موسيماني واللي حضراتكم شفتوه؟ يعني هل ينفع ان تقام بطوله كبيره زي بطوله كاس الامم الافريقيه في نفس مواعيد او نهائي بطوله كاس الامم الافريقيه وقبل نهائي كاس الامم الافريقيه يقام في ظل بدايه بطوله كبيره زي كاس العالم للانديه؟ الحقيقه كلام غريب جدا، وقلنا الكلام ده 100 مره قبل كده، ولكن دلوقتي موسيماني واحد محقق بطولتين، ومش اسلام اللي بيقول اهو، ولا نيويورك تايمز هتقول عليه اهلاويه كمان؟ يعني ما مش كده يعني. اهدوا على الراجل شويه، لان هذا الرجل يستحق كل التقدير وكل الاحترام خلال هذه الفتره. بيني وبين حضراتكم الراجل ده عمل في خلال 6 من 6، انا قلت لكم التقرير امبارح، يعني ايه 6 من 6؟ 2 افريقيا، 2 سوبر افريقي، كاس العالم، ثالث العالم مرتين متتاليتين. محتاج يبقى فيه هناك بعض التقدير برضو للمره المليون. انا بقول انا لا اصادر على راي احد، اللي عايز ينتقد موسيماني ينتقد، ولكن انا بتكلم ان هو انتقده لما بيبقى وحش، لكن لما بيبقى كويس نسقف. طيب رسميا اذا الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده رسميا، نادي الهلال السوداني يؤكد على تلقي خطاب من الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف بعدم وجود او بعدم حضور جماهيري في مباراة الاهلي والهلال يوم الجمعة القادم في استاد الهلال او الجوهرة الزرقاء. اذا لا يوجد جمهور في مباراة الاهلي مع الهلال، واللي هي يوم الجمعة الساعة 3، وأكد نادي الهلال هذا الأمر حالا أو منذ قليل. أرجع مرة تانية لموسيماني، وبيني وبين حضرتك موسيماني يستحق، التساؤلات بتاعته دي تستحق الإجابة. محتاجين أن حد يطلع يقول لنا لماذا لا يوجد مدير فني إفريقي في الأفضل في العالم؟ لماذا محمد صلاح، مرة تانية محمد صلاح واحد من افضل، مش هقول افضل لاعب في العالم، ولكن واحد من افضل 3 أو 4 أو 5 لاعبين في العالم، تخيل ان هو مش موجود في ال 11 اللي هو الفريق الافضل في العالم، هو محمد صلاح مش موجود فيهم؟ حاجه غريبه جدا.